السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم في قناة بي ذا فيرست خليك الأول. النهاردة هنحل مع بعض امتحان العلوم إدارة الهرم علوم تاني إعدادي. السؤال الأول: يتكون الجدول الدوري الحديث من 7 دورات أفقية و18 مجموعة رأسية. أعلى طبقات الغلاف الجوي في درجة الحرارة هتبقى الثيرموسفير وأقلها الميزوسفير. الأشعة الفوق بنفسجية ذات أثر كيميائي، بينما الأشعة تحت الحمراء ذات أثر حراري. من الحيوانات المنقرضة قديما الديناصور والماموس. في عندنا مسألة: إذا كانت درجة حرارة عند سطح البحر 30، فكم تكون درجة حرارة على ارتفاع 4؟ طبعا هنضرب أول حاجة، هنجيب مقدار الانخفاض، هنضرب 4 في 6.5 ب 26، بعد كده هنطرح 30 ناقص 26 هتطلع 4 درجة مئوية. حدد موضع العنصرين التاليين: HE2 هيبقى الدورة الأولى المجموعة الصفرية أو المجموعة 18، MG12 هتبقى الدورة الثالثة والمجموعة 2E. اكتب المصطلح العلمي: اول واحدة هتبقى متسلسلة النشاط الكيميائي، بعد كده السالبية الكهربية، بعد كده المحميات الطبيعية، بعد كده الايونوسفير. ما النتائج المترتبة على وجود حفريات طابع الصرخاصيات في مكان ما؟ طبعا بتدل على ان البيئة كانت بيئة استوائية حارة ممطرة. تسريب المواد المشعة من التفاعلات النووية في البحار والمحيطات طبعا بيؤدي الى تلوث كيميائي او سوري تلوث اشعاعي للمياه، تلوث المياه اشعاعيا، وطبعا ممكن نكتب كمان تشوه الاجنة والاصابة بالسرطان. قارن بين الكالسيوم والحديد من حيث سلوك كل منهما مع الماء. الكالسيوم طبعا يتفاعل مع الماء البارد، انما الحديد بيتفاعل مع بخار الماء السخن. السؤال اللي بعديه: علل تسمية فلزات المجموعة 1A بالأقلاء، طبعا لأنها تتفاعل مع الماء وبتكون محاليل قلوية، وبنكتب المعادلة 2NA زائد 2H2O يدينا 2NA OH زائد H2. تكون طبقة الأوزون في الاستراتوسفير لأنها أول طبقة تقابل الأشعة الفوق بنفسجية وبها كمية مناسبة من الأكسجين. يستخدم الكوبالت 60 في حفظ الأغذية طبعا لأن أشعة جاما تمنع تكاثر الجراثيم دون أن تؤثر على صحة الإنسان. يحفظ الصوديوم والبوتاسيوم تحت سطح الكيروسين لمنع تفاعلها مع الهواء لأنها عناصر نشطة جدا. اذكر أهمية كل من الهالونات طبعا إطفاء الحرائق، جهاز الألتيميتر تحديد ارتفاع تحليق الطائرات. ثوب ما تحته خط يعتبر محمية البند، أول محمية تم إنشاؤها في مصر هتبقى طبعا محمية رأس محمد. الحجم الذري في الدورة الواحدة يزداد بزيادة العدد الذري طبعا يقل. اختر الإجابة الصحيحة: بلورة الثلج هتبقى سداسية. كل مما يأتي من الفلزات الدفيئة من الغازات الدفيئة ما عدا هيبقى الأوتو. نقط عنصر هالوجين يحضر صناعيا هيبقى الاستاتين. تقدر درجة الأوزون بوحدة هتبقى التوكسو. اذكر مثالا واحدا لكل من: حفرية تمثل حلقة وصل بين الزواحف والطيور هتبقى الأركيوبتريكس. عنصر يعتبر من أكبر العناصر الجدول الدوري حجما ذريا هيبقى السيسيوم. اكتب المعادلة، طبعا هتبقى Cl2 زائد 2KBr يدينا 2KCl زائد Br2. أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.